الاهتمام بالنفس حياة فيها يلقى الإنسان ذاته. إذا اهتمينا بالنفس الطاقة الإيجابية علينا بتنعكس، وحب الجمال فيني فطري وشي دائما أبلش في يومي. ومثل ما يقولون، ليس الجمال بأثواب تجملنا فقط، إنما الجمال جمال العلم والأدب. من أهم المناسبات اللي الكل يتمناها ويترقب لها مناسبة الزفاف. طبعاً كل بنت تحلم بهذه المناسبة الجميلة وتتمنى أن كل شيء يكون كامل، خاصة من اللبس، من الورد، من المسكة، من الكوشة، من جميع التفاصيل الدقيقة. أهم في هذا الموضوع نتكلم عنه اليوم هو موضوع الورد. الورد موجود في جميع المناسبات ويبعث السرور والجمال. اليوم بنتكلم مع ضيف حلقتنا وراح نتعرف معه أكثر عن أنواع هذه المسكات وش كثر هي تكون مهمة لهذا اليوم المميز. خلوكم معنا أساس نتعرف أكثر مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم. نرحب فيكم مشاهدينا، واكيد حابين نرحب بضيفنا معنا، الضيف المميز المصمم عمر الريس. جدا سعيدين بوجودك معنا. يا اهلا مرحبا، حياكم الله وسعد مبارك بمكاني، شرفتونا. طبعا اكيد من ما يعرف المصمم عمر الريس. اليوم لما نتكلم عن الاعراس، الاعراس تعتبر من الاشياء اللي جدا مهمه ونقدر نقول المتعبه بنفس الوقت، خاصه فيما يتعلق بالنسبه لموضوع المسكات. يعني عادي جدا العرس يتاجل لموضوع المسكه، وللامانه شخصيا شفتها بس ما نقدر نأجل العرس كله عشان المسكة. هي الأكيد طبعا المسكة جزء أساسي من العرس، والعرس كله أجزاء مترابطة مع بعضها البعض. نبلش فيها من بداية دخلة العروس لين طلعتها بالأخير، والقاعة نفسها وستب نفسها. فالمسكة جزء أساسي من إطلالة العروس نفسها. يعني هي مو كسسوار داخل الحفلة، لأن الحفلة فيها وايد شغلات ثانية بالستب مال القاعة، الطاولات، كراسي، السقف. بس المسكة جزء ما لا يجزء من العروس نفسها. نعم. كأنها مثلا نقول شبكة، كأنها نقول فستان، طرحة، ما تقدر تدش العروس من غير هالأشياء الأساسية. صحيح. فالمسكة هي جزء أساسي من إطلالة العروس. صحيح. طيب فيما يتعلق بالنسبة لموضوع العروس، احنا عارفين هنا بالكويت عندنا يمكن تصير اليلوة وبعدين عندنا العرس نفسه، فيصير دائما في نوع من الالتباس انه ممكن انا كعروس امسك مسكة اثناء اليلوة، واكيد في العرس تكون أساسية. فبنتكلم من الحين شوي عن اليلوة، هل فعلا يعتبر اكسسوار مهم المسكة تكون موجودة؟ كلمنا أكثر. احنا بدنا نتكلم اول شيء عن الستبس. احنا عندنا ملكة وفي يلوة وفي عرس، صح؟ كلها ثلاث يعني المناسبات هذول كل واحدة لها طابع مسكة معين. نعم. اذا بنتكلم عن الملكة، لما يكون الملكة محفوفة وفستان بسيط فلا نسوي مسكة بسيطة. في ناس يقولون ما بينزل ملكة ماسكة مسكة، بس راح تدش يدينها خالية. صحيح. يعني اذا كانت نازلة بروحها طبعا. فنسوي مسكة بسيطة حق الملكة. يوم اليلوة مختلف تماما. احنا عادة أول متعارف عليه نسوي مسكات المشموم، زهرة المشموم نفسها نسوي منها مسكة، أو أنا سويت منها مسكة أساساً. بعدها بجلسات التصوير وايد، وأنت خبرك بعد جلسات التصوير. صحيح أكيد. فقمت مو شرط إن نسوي مشموم، لأن كل جلسة تصوير مشموم ما ينفع، لازم نبتكر ونسوي شيء جديد. فعموماً اليلوة معروف ألوانها الذهبي مع الأخضر الستاندرد دائماً، وفي ألوان ثانية يعني سوينا يلوة أبيض مع ذهبي، في أحمر مع ذهبي، بس الأساسية هي الأخضر التقليدية، الأخضر بالذهبي. فالمسكة عادة تصير يا أما أوف وايت وندخل معها ذهبي، أو تكون خضراء. في جلسات تصوير وايد طلعنا برا الموضوع، سوينا على برتقالي حيل، سوينا أحمر. فالمشموم الأساس
والبنت اللي تحب تبي تسوي شيء مختلف نسوي لها اكيد مسكه نوع ثاني. نعم اكيد. طيب احنا ساعات نشوف ان خاصه ان من يتكلم عن الويسترن سايد دائما يقول لك ان الروزز لها معاني او مثلا اللون المعين يرمز للشغله معينه. هل تعاملت مع كلاينت ممكن يكون عندهم هالموضوع؟ أكيد. خاصه أكيد. اسمع اللون الاصفر لون الغيره فكلمنا عن هذا الشيء. والله انا ماني مؤمن بهذا كله. صح يمكن هو في حتى علم الطاقه يقول لك هالكلام لغه الالوان. انا عن نفسي ما لي علاقه. انا اسوي الشيء اللي يعجبني. يعني انا عندما عندي جلسه تصوير انا اقدر اسوي اللي انا ابي. يعني اصفر ابي اسوي اصفر. يعني في واحده من خبيرات التجميل اذكرها بالخير اختصارها كانت تكره الاصفر وكل ما اسوي مسكه صفر تحط لي باد كومنت على الموضوع انه مستحيل انا اتعجبني مسكه صفر. وانا ما زلت عند رايي. يعني هو لون. صحيح. ما يعجب فلان يعجب اكيد العروسه الثانيه او الزبونه الثانيه. فما عندي شيء اسمه لون الموسم. فينا لان ترين المواسم او صحيح. اللغه العالميه في الوان سنويه تنزل لونين معينين ينزلون كل سنه. صح ممكن تشوفين انتم على الويندو مالت مونت شوبينج تشوفينهم على الازياء نفسها البراندات ينزلون اياهم. بس انا بالاخير انا عندي حق اني استخدم كل اللي انا ابيه وحسب رايي انا وذوقي انا. نعم. وانا افرضه اصلا على 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 يعني على الزبون وعلى على الجلسات التصوير. نعم. طيب اليوم لما نتكلم ايضا عن انواع الزهور ساعات يصير في انواع من الورود اوت اوف ستوك مثلا مو الموسم الخاص فيها. هل ممكن ان تداركون هذا الموضوع او هذا الشيء ولا لازم الكاينت على اساس هذا النوع من الورد يكون موجود يكون جاي هني من زمان على اساس انه يتوفر؟ انا عاده اقول حق الزباين يقولنا قبل 10 ايام اسبوعين لان شحنتي مرتين بالاسبوع ويكون عندي خبر شنو راح هي. اذا في سبيشال اوردر او مسكه تصميم خاص التصميم الخاص اوكي تعطيني ايه هي شنو تبي الوانها وانا استخدم جميع الانواع اللي انا ابي بالديزاين اللي انا تقولي مثلا انا ابي مسكه نازله ولونها ابيض كيفك انت سوي اللي تبي تسوي فانا اختار الانواع اللي انا ابيها. وفعلا عندنا زباين الحمد لله والشكر انه وصلت مرحله ان الزبون يثق انه ابي على ذوق عمر المسكه البيضاء شنو يسوي لي انا ما عندي مشكله وهذا اللي قاعد يصير الحمد لله. طيب اليوم لما نتكلم بعد مثل ما تفضلت ذكرت أنه ممكن يكون المسكة تكون نازلة ممكن المسكة تكون صغيرة كبيرة صح. فإحنا وايد للأمانة يعني كل شخص أكيد له ذوق الخاص لكن بالنسبة حق هذه الأنواع من المسكات هل في لها ورود معينة أو مثلا سيزن معين أن هذا الموسم يكون خاص لهذه المسكة ولا بالنهاية هي أذواق؟ يعتمد على نوع الورد. الشكل العام ما عندي مشكلة فيه لأن في أصلاً في أنواع ورد اللي هو ساق مالها طويل أتحكم في 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 نزول المسكة. بس حتى في التركس عندنا إحنا نستخدمها ما عندي مشكلة. حتى الوردة اللي ما تنزل نقدر ننزلها ولاش حاجة يعني إحنا قاعد نشتغل وقاعد يعني نلبي طلبات الأوائل يعني الزباين. نعم. بس هو موسم الورد هو العائق الأساسي عندنا يعني وردة مو موسمها فالعروس تبيها فأشكرها بنقول لها ما نقدر. أما في إنه يمكن نقدر يمكن ما نقدر. نعم. راح نبلغ الزبون قبلها إن عندنا أو وصلت المسكة اللي تبينها أوكي دان ولا راح نقول لها قبلها ما وصلت راح نحط لك بدالها شيء ثاني. فأنا بكل الأحوال مو هدفي إني أنا أطلع المسكة هدفي إني أنا الزبونة ما تتوهق يوم العرس وأعطيها ضمان ما أعطيها ضمان إن الوردة بتوصل أبدا لين قبل الحفلة لين توصل شحنتي وصلت الشحنة بالوردة ما رأيت في الوردة جات بموسمها حجمها وايد كبير وقت مو الموسم تكون حجمها وايد صغير فإحنا ما نتحكم فيها شيء فنقول لها يا إي أو لا. نعم. طيب إذن في هذا المجال الحين إحنا قمنا نشوف إن تدخل الورد الاصطناعي أكثر صار له رواج يمكن نوعا ما رغم إن الكلاينت أو العروس تحب يكون الورد فريش يعطيها إحساس إن سبحان الله إن everything is alive فعلًا صحيح. فلما نتكلم الحين عن هذا النوع من أنواع الورود هل في لا إقبال هني خاصة نقدر نقول بالكويت؟ والله بالكويت بعد كورونا تغير أو خلال كورونا تغير الموضوع بالنسبة لي. يوم فتحت بالرياض الرياض او السعوديه يبون الورد الارتفيشال واشتغلنا فيه الحمد لله بس بالكويت ما كان الموضوع وايد دارج فحزت كورونا قدرت اني اجيب جزء من الورد اللي كان عندي بالسعوديه وجزء من الورد اللي طلبته من برا واشتغلنا والله بالصناعي وبعدها ضبط الموضوع وصار في نسبه مبيعات جيده بالنسبه حق الـ يعني
الزبون ما كان قبل يتقبل الصناعي لان الكواليتي ماله مو صحيح، ملمس الورده شكل الورده مو طبيعي. بس لما نجيب لك كواليتي وايد عالي وشكل وايد مرتب حقيقي، الوان حقيقيه وملمس حقيقي، في لازم هاي نبون. وصار الحمد لله عندي نسبه مبيعات وايد زينه بالصناعي، وهذا الموضوع كان يعني كان مو موجود ابدا. فمن بلش فيه الحمد لله صار له رواج يعني. والأمانة فعلا يعني أنا عن الحين وأنا موجودة معاه قاعد أشوف فعلا ملمس الورد وايد يعني artificial، اللي يعطيك إحساس إنه ما يكون بيك الكواليتي العالية. فحلو إن إحنا قاعدين نشوف هذا النوع من الورود يكون موجود. حتى المسكة التم يمكن حتى ما نبي نقول يتوارثونها، لكن بالنهاية ذكرى خاصة إن هي ذكرى سعيدة. أصلا في ناس حنضت مسكاتها. أنا واحدة من الناس حنضت صراحة. ففعلا في أنواع ورد ممكن يعني تتجفف على شكلها اللي صحيح، وفي انواع ورد ما تقدر لان تكون نسبه الماء فيها وايد عاليه. نعم. فخصه الروزز مثلا يعني هي ما تذبل بس تحافظ على شكلها. صحيح. فممكن انت مسكتك مثل ما هي تحطينها بهكين. احنا عندنا حتى البوكسز قمنا نشتغل فيهم، يعني عندنا انواع الحين نقدم المسكه في بوكس اكريليك مثلا، تنحط المسكه وتثبت خلاص ما يضرها، فتخلينها شهر شهرين تنشف. حلو. بعدين عاد الله اعلم لمتى تكون موجوده. يعني هذه من الاشياء اللي فعلا الشخص يحب يحتفظ فيها لانه تكون مناسبه حلوه، ذكرى سعيده. فاليوم لما نتكلم عن تقديمك المميز لهذه المسكات مثل ما تفضلت، الاكريليك البوكس اللي تكون حاط فيها المسكه، كلها اشياء مميزه. كلمنا اكثر عن هذه الانواع اللي قاعد تقدمها. انا كل مره اقول يعني الحمد لله والشكر، انا يعني بصمتي كانت واضحة في السوق. نعم. أنا أول من قدم البوكس والمسكة. يعني المسكة قبل كانت تروح، أو أول ما بلشت أنا أساساً المسكة كانت تروح بدين السايق يعني يوصلها هان تو هان كذي بدين. ونحطها في الثلاجة عادة. وين تحطين المسكة؟ يعني شلون توقفين المسكة؟ شلون تقعد؟ الورد حساس يعني يتأثر. صحيح. فإذا إحنا بنوصل المسكة الساعة 5 والعروض تخرب الليل الساعة 10، هذه 5 ساعات المسكة شلون تتأثر؟ خاصة أيام الصيف. صحيح. غريب بالحر. فتكرت موضوع البوكس مال المسكه اللي توصل لك المسكه بالبوكس مالها مسكره توصل يعني للبيت او للصالون او للاوتيل وين ما تبين. فالحمد لله يعني كان في يعني في امور يعني ابتكرتها وصار لها رواج بالكويت. صحيح. مع كل الباجين اصلا الحين اصلا مستحيل تلقى مسكه من غير بوكس. صحيح. يعني وقت ما سواها عمر الرئيس خلاص بعدين درجت. الحين دخلت انا بالستاندات الثانيه مالت المسكات. وقت التصوير البنات يبون يصورون او المصورات يبون يصورون السيت اب مال العروس. صحيح. الشبكه، العطر، البخور، حتى المباخر، والمسكه جزء من الموضوع هذا. فصار في عندنا ستاندات حق المسكه، في اطوال احجام، ممكن المسكه تكون واقفه مثل ما هي، ممكن تكون مسكه يعني منسدحه او نايمه. صحيح. ففي اكثر من شكل. صحيح. وهذا اكسسوري يطلع مع المسكه. يعني تيجي الزبون تختار عندها كل انواع الاكسسوارز وان شاء الله بتضيف عليها على المسكه ناس. في ناس يقول ما ابي انا بس ابي المسكه مع البوكس مالها بس مع السلامه. وفي ناس يبون يحبون يسوون هذا الشو شلون يعرضون مسكتهم، والمصوره تتفنن بالتصوير بالاخير. انت تبين صور حلوه تصير مع المصوره. اكيد يعني الاكسسوار هذا يجمل طريقه التصوير. طيب بالنسبه لهذا النوع من التقديم يعني هو مبتكر مثل ما ذكرت، وحلو ان الواحد يبدع ويترك بصمته في هذا المجال، لكن هذا مجال جدا تنافسي. يعني اليوم قاعدين نشوف عمر الرئيس قاعد يترك بصمته في هذا المجال ويبتدي انه ممكن انه يقلد، ممكن انه يقتدى فيه. اليوم شلون تشوف هذا التنافس الكبير في هذا السوق؟ والله التنافس يعني انا يعني بكل تواضع انا ما اشوف روحي بالمنافسه. يعني انا يعني الحمد لله والشكر وصلت، يعني انا من 2004 شغال، فيعني وفي كثير وايد والله ناس شغالين بالسوق والله يوفقهم. ما عندي جواب حق السؤال صراحه، بس ان الكل قاعد يجتهد والكل. صحيح. يعني وفي ناس اكيد تقلد. يعني صحيح. احنا لما نسوي جلسه تصوير انزل مسكه جديده بعد 3-4 ايام تنزل السوق. صحيح. فهذا انا شيء قبل كان يزعجني. يعني قبل كنت اشوف لما اشوف الصور مقلده من مسكاتي يضيق خلقي. انا الحين وصلت مرحله ما اضايق بس استانس. نعم. اني اشوف يعتبر انجاز بالنهايه، اشوف تصميمي مسوينه السوق ما قام يزعلني هالشيء ابدا. الحمد لله. وهذا اندل على نجاحك واندل على اكيد مدى جماليه اللي قاعد تقدمه في النهايه. اكيد احنا مستمرين معك في هذا اللقاء، لكن مشاهدينا بنكمل بعد هذا الفاصل. مشروعي هو
عبارة عن رسم يدوي أرسم على الجلود اللي هما الشوز والجناط، الشوز والجناط والأبواك والملابس، أقمشة القطن والجنزات. بلشت فيه وقت كورونا، كنت أبي شيء ستريس ريليف، والحمد لله كبر المشروع وبطلت بزنس. طبعاً مشروعي عبارة عن تكنيكس وماتيريالز، كل خامة لها لون معين، وأكثر لون أستعمله اللي هو الأكريليك. في ستبس تصير اللي هو أشيل طبقة وأرسم، بعدين أحط حماية عشان تثبت الرسمة. طبعاً أصعب شيء أرسم عليه اللي هو الجنزات، لأن الخامة ثقيلة وتشرب، فلازم أحط أكثر من طبقة عشان أبلش فيها، يعني تقريباً 5-6 طبقات يبي لها وعشان يبرز اللون أكثر معاكم. أكثر طلبييني على السيارات، بس أنا أرفض صراحة لأن فيها ستبس ويعني شغل وايد ولازم كمام وفيها يعني روايح وكذي، فأحاول أتفادى هذا الشيء. فثاني أكثر شيء ينطلب مني الرسم على السنيكرز، عسكم الله. أنيميشن همن. نصيحة كل شاب وشابة حابين يبلشون المشروع مالهم، سواء كان بالمجال الفني أو بأي مجال ثاني، يقدرون يعني يبلشون. أول شيء طبعاً لازم ميزانية، وما لكم شغل بأحد دام الله عطاكم هذه الهبة، يعني أنتوا عندكم موهبة استغلوها، ما لكم شغل بأحد وما لكم شغل بالعمر، لحد يحبطكم، بالعكس انطلقوا. سواء أنت طالبة، أم، أنت موظف، أبو، جد، انطلقوا، عيشوا حياتكم واستمتعوا بالموهبة اللي الله عطاكم إياها. والحين راح أبلش معاكم رسم حي على البوك. الحين راح نلون جسم الفراشة باللون الأسود، وأحدد أسوي تحديد باللون الأبيض عشان أبرز شكل الفراشة، وراح أسوي ديزاين خفيف باللون الأبيض، وإن شاء الله نكون خالصين. طبعاً لأن البوك لونه أسود، عشان شي بحدد بالأبيض آخر شيء عشان تبرز الفراشة. راح أحدد شوي تحديد خفيف من الأطراف، أطراف الجناح هني، عشان نبرز شوية. شي صارت أحلى وشوية. طبعاً أنتوا لما تبون بس تبون شي طقة خفيفة، لا تخلون الفرشة متروسة ألوان، هذا التكنيك. شوية بس وطقة خفيفة سحبوا اللون. الحين ناخذ فرشة أضعف وأصغر حق التحديد، اللون الأبيض. راح أخلي التحديد يعني يدوب بس كذي، خطوط خفيفة كأنه يعني لو لايتس عشان يبرز. يعني شوفوا مثلا سويت كذي ما حبيت اللقطة، راح ارد لونه اسود عادي، تصير الاغلاط. بس حددت من فوق الابيض كافي. بس اطق طقة خفيفة تحت كذي بس. الحين اسوي النقط
كذي عشوائية على راحتكم يعني، ما في قايد معين. هو الحلو بالفن ان الواحد يشغل يعني الابداع ماله والتفكير ماله، فلا تمشون على شيء معين. نفسي انا اول ما بلشت ارسم كان كله عبالي انه لا لازم في شيء صح، نفس مثلا 1 2 3 يعني قواعد معينة، بس بالرسم ما في قواعد، ما في شيء اسمه صح ما في شيء اسمه غلط، سووا اللي تبونه وماكم شغل بحد. بس تمام كذي خلصت الرسمة، ايش رايكم؟ رجعنا لكم مشاهدينا وما زلنا مستمرين مع ضيف حلقتنا المصمم عمر الرئيس. تكلمنا عن انواع المسكات، تكلمنا عن الاضافات ممكن تكون موجوده فيها، تكلمنا اكثر عن هذه التفاصيل اللي جدا تكون دقيقه ومهمه للعرس. مثل ما شايفين هذا كلهم ارتفيشل وللبيع اساسا. ننزلها جلسه التصوير بالاول مسكه صناعيه، بعدين ندخلها المحل وتنباع. في مرات اصلا في مسكات ما توصل المحل لان يطلبونها من جلسه التصوير. فمثل ما شايفين في عندنا هذول، يعني انا الستاندات هذول كنت حاطهم حق العرض اساسا. بعدها صار في طلب عليهم. نعم. فصاروا حق البيع، يعني تجي العروس ابي مسكتي مع الستاند مالها. هذا مثال. في عندنا اللي هو البوكسز هذه هم ينكتب عليه بيت شعر، ينحط عليه اسم العروس والمعرس، والاكسسوارز اللي قاعد تشوفينها في ريش وايد ولا شغلات. طيب انزين، بالنسبه حق هذه الاضافات هل في لها وقت معين ولا يعتمد على الكلاينت نفسه؟ يعني ساعات جتنا هبه ريش، بعدين صار في عندنا هبه مثلا اللولو في الورد وغيره من الامور. ما شاء الله الابديت يعني حتى انا عن نفسي ملاقي عليها. فكلمنا عن هذه التفاصيل. مرات الاكسسوار يكون على المسكه يكون موجود اوريدي بالفستان. يعني مثلا الفستان كان فيه شكل لولو، فتبي مثلا يكون مسكه فيها لولو. مرات يكون في الطقم مال العروس يكون لونه سفاير ازرق ولا امر الاخضر، فهي العروس نفسها تطلب منه ان يكون في شيء معين. اذا كان هذا مثلا ريش حاطين لها حق العروس، في الوان ثانيه تبي وردي تبي اوف وايت تبي وايد الوان حسب ذوق العروس. نعم. وكل واحده لها يعني لها ذوقها بالاخير. نعم. اي بس هو الاكسسوري تحدى اكيد العروس. انا نزله ونشوف شلون الطلب عليه بالسوق ويمشي سوق. حلو. طيب بالنسبه حق هذه الاشياء اللي قاعد تقدمونها، ايش كثر تاخذ وقت بالنسبه حق العميله اذا هي حابه انها تكون مسكه؟ هل في وقت معين لازم تكون جايه قبله؟ انا كل مسكاتي عاده اقول اسبوعين 10 ايام افضل لي انا. بتجيني مبكر حياك الله، بس يعني في ناس يجون حزت الحزه، في ناس عرسهم اسبوع الجاي، او يمكن ناس في ناس ناسيه مسكتهم اصلا. صح. فتجينا الو باكر عقب باكر عرسي، حياك الله مكانك يعني. وتي المحل بس لما تي العروس قبل حزت الحزه ما عندها اوبشن يعني تختار وايد انواع، لان لازم نختار بالورد الموجود عندي. نعطيها اوبشن هذه 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 اختاري منها وتختار منها. مو معناته انها شيء مو زين او راح نطلع لها شيء مو حلو، لا راح يطلع شيء حلو بروفيشنال وفينيشنج مرتب. حلو. بس انه الاختيارات الورد عندها الورد متوفر، خيارات عندها محدوده نوعا ما. اكيد. نعم. اكيد بالنهايه الشخص لازم يكون مهتم في التفاصيل. انا عن نفسي نسيت المسكه وقت المسكه. ايش سويتي؟ ما استوعبت الا وانا نازله بندري، وكان شيء فعلا يعني شو لو دق علينا؟ كان نفس اليوم اللي بلشتيها. كان للاسف. لكن سبحان الله هذه الاشياء ممكن تصير. نقدر نقول، لكن حلو انه مثل ما تفضلت يعني حتى اذا مثلا بو ساعتين ممكن الواحد انه يدارك الموضوع ويحاول انه يلاقي مسكه. احنا الحين تكلمنا على دخلتش في الملكه، احنا سوينا جلسه تصوير. صح، سوينا جلسه تصوير. ايه سوينا. وكانت الامانه جميله. ايه. وخاصه الاكسبيرينس حق المسكه نفسها، يعني انا كان بالنسبه لي عندي تجربه اللي هو الباكجين يوم بطلناها، يوم شفنا المسكه نفسها الورد كان فريش وكان محافظ على نفسه وناسب، كان ذهبي كان. نعم. معنا اليلوه. صحيح. فكانت المسكه خضراء مع اوف وايت مع جولد. صحيح. عوضت انا شفت عوضت. نزل الصور الحين تشوفينها. اكيد اكيد. فللامانه يعني حلو الواحد انه يكون دائما عنده هذه التجربه وانه يحافظ على هذه التفاصيل اللي نوعا ما تكون دقيقه واساسيه، يمكن الواحد ما يكون حاس فيها لكن حزه الحزه يستوعب مدى اهميتها. ما حد ذكرك يعني على المسكه؟ لا.
أنا النظام اللي الحفيدة الحين أول حفيدة بتزوج ناسين، عرفت اللي بالبداية ينسون، لكن هذه التفاصيل الحين لما نيني بطاري الورد والمحافظة عليه. أنا وايد اللي كنت أشوفه أنه لما يبون مسكة أو حتى حق المدارس الطوق وغيره يحطونه بالثلاجة على طول أساس أنه يتم لي ثاني يوم. هذا وايد غلط. كلمنا شو ممكن أحافظ عليه. التمبرشر مال الثلاجة ما تناسب الورد. الثلاجة ممكن حرارتها وايد أو برودتها وايد عالية. ففي مرات في حصل معنا مرات دق علينا الزبونه مثلا اوكي وصلتها مسكه الساعه 5 الساعه 6 تنزل الساعه 10 قبل نص ساعه قبل ساعه بطل يا ابو المسكه دقوا علينا مسكتكم خربان اولكم ذبلان اولكم خربان فاحنا نسال فانا من الخبره ادري ان هذه ورده محطوطه بمكان وايد تريد علي فاتيات الزبونه يا شالت الاغراض من الثلاجه وحطت المسكه داخل تجمدت تتجمد المسكه لان ولما الورد يتجمد بعدين يفتش الماء عنها نعم. تتكسر وتذبل خلاص فمن ضمن يعني شغلات اللي مرت علينا ادري ان الزبونه حاطتها بالثلاجه ودق علينا حزت الحزه لحقوا علي غيروا مسكتي فنسوي لها اكيد حلو وهذه من الاشياء اللي مثل ما ذكرتها جدا مهمه ان للامانه معلومات انا ما كنت عارفتها ان بروده الثلاجه تختلف طبعاً. عن اللي موجوده اكيد في المحلات طيب اليوم لما نتكلم عن هذه التفاصيل الجميله قاعدين نشوف ان في مسكات كلها مسكه معينه الليفز نفسها هذه الهاندل ليفز الاكسسوارز هي على الهاندل احنا عندنا مثل كتالوج وحاطين كل اكسسوار مع رقمه فالزبونه هني تختار اذا مثلا شكل فستان ذهبي فتختار اكيد لازم شيء ذهبي اذا شغلها سيلفر في شغلات في ناس يبون لولو فنحط لها مسكه فهذا اختيار الزبونه تختاره 100% اما هذول اكسسوارز احنا نزيدهم يعني المسكه ناس مثلا الهاندل بيس اللي هي هذه متاحه مع كل مسكه فتبطل الكتالوج تنقي الاشكال كلها وتشوفها شوف عينها يعني. حلو جميل طيب اليوم لما نتكلم عن عروس خلاص قررت واتفقت معاكم وسويت الكونتراكت ان انا ابي الورد المعين حبت تغير رايها يمكن قبل الايفنت او قبل الفعاليه شلون ممكن واحد يدارك هالشيء قبل لا يوصل وردها لها حريه الاختيار والتغيير اللي ما تبي يعني بس ما يصير قبل الحفله بيوم يكون وردش واصل ومحطوط عندنا بالثلاجه عشان نجهز لك شيء حق باكر فاحنا اوريدي دفعنا قيمه الورد فانت بتغيرين الورد يوم العرس اذا الورد متوفر عندي ما عندي مش او انا وايد سهل يعني مع الناس وصاج يعني اذا هي طالبه تولب غيرت سويتها في لينوبسس انزين وانا تولب ما يوقف عندي في عرايس وايد يبون تولب ما راح اقول لها لا اقول لها ان شاء الله بس لما تطلب ورده معينه نطلبها سبيشال حقها هي وتغيرها يوم قبل الحفله بيوم او يومين اكيد راح نشرجها تدفع فرق بسيط يعني فرق زياده انا بدفع قيمه الورد لان وردك هذا اللي طلبتيه مو مطلوب ليه الاسبوع هذا مو مطلوب فايش راح يصير بالورد صح اكيد عرب. بالنهايه هذه بنالتي لازم الواحد يكون اكيد ملم فيها وهي هو اسبوعين 10 ايام كافيه يعني لما تختارين وتقرر بس اني اغير قبل الحفله بيوم صعب وايد صعب مو صعب يصير بس يتشرد حلو طيب بالنسبه لهذا الموضوع يعني احنا حتى وايد قاعدين نشوف يعني بنات دائما مو عارفين اي نوع من الورد اللي يختارون او بيسكلي مو عارفين انواع الورود الموجوده في السوق هل في ستاندرد معين ممكن تفيد السيدات اللي ما لهم مثلا اي معلومات عن الورد شنو الورد اللي يكون متوفر طول السنه وممكن انه يبعد عنك مشاكل اللي انا ما ادري ابي هالشغله ما ابي هالديزاين المعين نوع الورد مو مسؤول عن البنت هي بالاخير دائما التركيز على اللون او ممكن تي واحده تقول انا حابه الورده تكون هي حافظه او عندها معلومه انا ابي ورده الفلانيه بس توفر الورد وعدم توفر ما قلنا مساء انه هو هذا ورد طبيعي واحنا حسب السوق شي حكم بورصه الورد هي تحكم بس لما تي الزبونه تقول لي مثلا تي المحل تقول مثلا انا ابي ورده موجوده مثلا او سعر ما يكون مثلا غالي فنقول لها وهذه الاسعار بلش من هالكذا هذه ورده متاحه طول السنه اللون الفلاني ممكن ما يكون موجود يعني ممكن نفس الورده لها لون موسم ما لها لون موسم ثاني فهو خيار بالاخير ولما تينا بكر نقول لها ما راح تينا تجيب روحها العماها وتخلص نقول لها موظفاتنا هني عندنا عزه وعندنا هايدي يشرحوا لها كل اللي يبون تبي وينصحونها طبعا بالاخير يعني مثلا اذا كانت وحده مثل ما قلنا مساء الفستان مثلا وايد منفوش ومتبي مسكه وايد نازله ورده الفينوبسس اللي هي هذه طبيعيه طبعا هذه ورده وايد حساسه
فلما تكون نازله وتلمس الفستان يعني بالاخير هو طبيعي فيحوش الشك ويحوش الدانتيل ويحوش هذا فتتاثر الورده. فاحنا ننصح ان لا تاخذين مسكه كثر هالشكل حق الفستان بهالشكل. مضاباتنا وايد يعني عندهم معلومات كافيه وساعدونا العروس اكيد. طيب لما نبي نتكلم عن اكثر الالوان اللي نقدر نقول دارجه بين العرايس، دائما الاوف وايت مع البيبي فينك اكثر الطلبات، دائما هو الوان محايده بالاخير انه ما يحتمها يعني ما يحكمها الورد. الزبون اللي تطلب لون محدد تكون هي ببالها شيء ثاني، يعني ببالها تمشي مع الوان ثانيه بالثيم او بالكوشه او حتى بالميك اب نفسه. فدائما عاده يعني الاوف وايت الابيض البيبي بينك هو اللي يمشي مع كل العرايس حسب الذوق العام الاخير. بس هذا 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 الستاندرد خلينا نقول الاكثر دارج بين البنات. نعم. طيب انا الامانه يعني عندي نقدر نقول فضول، يعني انا هذه طول الوقت وانا مستمتعه وانا افهمها بس مو عارفه هي شنو، يعني كلمنا اكثر عنها. هذا ورد مجفف، هذا مختلف تماما مش صناعي. يعني هذا كله ورد طبيعي بس مجففينه بطريقه معينه، واحنا شارينه ورد مجفف مو انا مجففه يعني وجمعناه صار ورد. بس هذا ان هذه النوعيه يمكن لو تتمين يعني تجيسينها تفتت معك لانها طبيعي ومجففينها غير ورد الارتفيشال صناعه. لو تتمين الحين لباكر ما يضر شيء. صحيح. فاكو وايد انواع عندنا انواع مجففه، هذه مجففة. حتى هذا الريش هذا كله ريش مجفف، هذا ريش زراعي مجفف. حلو جميل. اي فنستخدم الشيء المجفف ونستخدم الصناعي ونستخدم الطبيعي. طيب أكيد. هذا النوع من المسكات هل ممكن العروس يعني تستخدمه ولا ممكن يكون موذي نوعا ما حق العرس؟ لا لا احنا حاطينه عشان بالعكس خدمه الزبونه. ماكو شيء نزله عندي بالمحل. ليش انا اسوي جلسات تصوير؟ مرات استخدم شيء جديد وانا اقول حق البنات انا عاده ما اكون معاهم جلسات تصوير، فشوفي لي المسكه الفلانيه شلونها، يعني في انواع ورد. صحيح. في حتى ريحه مو حلوه مو حلوه. صحيح. فاقول حق البنات في تمت معاكم مثلا هذه الريحه السيئه شلون الورد تنتف معك المجفف. الاكسسوري احنا كنا حاطين انا مرات حطيت الورد المجفف العكس وفعلا كان تنتف ما نزلته لان انا قاعد اجرب البنات عرفتي. فتصير تصير التجربه هذه مع بنات انا اعرفهم وجلسه انا اعرفها بس ما تصير مع زبونه. فعشان كذي انا جلسات التصوير اجرب حتى بشغلات جديده، الورد الجديد، انواع جديده تنزل بالسوق، استخدم اي شيء عجبني. جميل. اي شيء اشوفه قدامي اعجبني واجربه بجلسات التصوير. جميل. طبعا للامانه انا جدا استمتعت معك بهذا اللقاء، معلومات جدا جميله وجديده بالنسبه لي خاصه فيما يتعلق المسكه. يعني كان لي تجربه يعني نقدر نقول في هالشيء، لكن حلو الواحد انه يمكن يعيش التجربه مره ثانيه في التصوير وما يفوت اكيد هذه الفرصه. كل شكر لك لوجودك معنا. بارك الله حياكم الله مشكورين. وهذه كانت حلقتنا لليوم، جدا استفدت لكل المعلومات اللي قدمها لنا ضيفنا فيما يتعلق بالنسبة للمسكات والورد، وإن شاء الله تكون نالت إعجابكم ونشوفكم في حلقات قادمة.